المفاجات إلا وقالوا بينهم فلان وفلان وفلان. استخدموا سكاكين. نعم نعم سكاكين استخدموها. وكان عنده مبلغ من المال كذا انفقد بالحادث. راح نبدأ من كربلاء. نور الحسين طالب في كلية القانون، هو الوحيد الأهل. والده أرسله حتى يشتري له دواء لكن رجع على جثة. تبين أنه هنالك ثلاثة شباب كانوا في حالة سكر قاموا بالمشاجرة معه وقتله. طبعا حسب رواية الأب أنه هاي المجموعة وهذول الأفراد القتلة معروفين بسرقات وقتل وإجرام، عندهم سوابق، كانوا سابقا مرتكبين جرائم وهنالك دعاوى قضائية مختلفة حقهم، لكن تم إطلاق سراحهم. يعني حتى نشوف تفاصيل أوسع لهذا الموضوع، مراسلنا وليد الصالحي من كربلاء أعد لنا هذا اللقاء مع والد الضحية. بعد مقتل أحد المحامين في محافظة كربلاء، حقيقة الجريمة هزت المحافظة. الجريمة حدثت في منطقة الحي الصناعي، العشوائيات تحديدا، والفاعلين من محافظة أخرى تحديدا من محافظة البصرة يسكنون أحدى البيوت العشوائية. راح أخلي والد الضحية أو والد المرحوم الذي ذهب يتحدث وتفاصيل جديدة. السلام عليكم حجينا. وعليكم البقاء بحياتكم. حياتك البقية. حجينا المايك إلك. شنو صار بعد الجريمة وشنو تردون أنتو؟ والله يا عمي بعد هالفاجعة هاي العظيمة وفقد ابني يعني الوحيد، يعني يعتبر الشاب بذل نفسه وحياته لبناء نفسه وإنسان يعني مؤدب وخلوق ومساعدنا على وضعي الصحي، أنا رجل مقعد يعني وشبه الضرير، يعني بدون سبب يعني وبدون مشكلة معينة، مجرد دقائق طلع من بيتي أنا جاب لي العلاج وراح إلى محل قريب من بيتي، وإذا مجموعة يعني حقيقة يعني ذولا هاي المجموعة معروفة يعني بالتسليب ومعروفة بالقتل ومعروفة كذا، ما تفاجأت إلا وقالوا بينهم فلان وفلان وفلان. استخدموا سكاكين. نعم نعم سكاكين استخدموها. وكان عنده مبلغ من المال كذا انفقد بالحادث، والظاهر يعني هاي مو أول حادثة ولا راح تكون آخر حادثة، لأنه الأوضاع يعني أوضاع الدولة وأوضاع الحكومة يعني مضطربة يعني وما ملتفتة للناس ولشعبها، فتحدث هذا وراح تحدث وراح تكون أسوأ بعد من هذا، فما عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله. حجي هاي المجموعة يعني عندهم سوابق، احنا سمعنا يتاجرون بالمخدرات أيضا وبأمور أخرى. والله هي هاي المجموعة يعني مشبوهة إلى أبعد ما يكون، وعندهم ماضي وعندهم سوابق ومسجل عليهم دعاوي يعني وسرقات يعني، فلهذا يعني حتى المنطقة كلها سجلت عليهم، وكل واحد يعني بعد ما سجنه كل واحد يعني أظهر ما كان يخفيه يعني من جرائمهم ومن قتلهم وكذا، فعائلة مشبوهة إلى أبعد ما يكون. قد أعمارهم المجرمين؟ أعمارهم بين يعني واحد قريب ال 18 يكون وواحد بال 17 أو 16 سنة، والثالث لا بال 40 سنة كان. أي ذول الثلاثة يعني. طيب أنتم كعائلة الضحية شنو تردوا اليوم؟ يعني هو حق كل مواطن يعني إذا أنصاب أو إذا هتكت يعني حرمته وهتك يعني كرامته، بأنه الدولة يعني هي الراعي الأول وهي القانون. فاحنا نشوف بأنه حتى للأسف يعني القانون ما قاعد يخوف يا عمي، الجرائم يومية تصير، لو أكو عقوبة أكو خوف أكو رعب، ما قاعد هذا يحدث الأمر، لكن مجرد بأنه ينسجن أو يدخل فد مكانات ويدخل يمكن محامي هذا المجرم وأموال وكذا، ربما ما يبقى لفترة قصيرة جدا فيعود. هم نفسهم يعني هم كانوا يعني ارتكبوا الجرائم وعملوا وألقي القبض عليهم، ما بقوا فترة أشهر وإذا هم مطلوقين السراح.
فأنا ما أستغرب الآن حقيقة إذا بعد شهرين ثلاثة قالوا بأنه فالسبب يعني قضية مريض كذا عند عقله عند كذا ما يعني ممكن يطلعونه بأي جاكم صورة. حجي من طرفهم يردوكم ضغط تنازل لا لا, لا 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 ما حد إجانا يعني لا حد وصلنا لحد الآن ولا أحد إجانا بصراحة. طيب حجي طالبون انه القضاء انه يحكم بالاعدام عليهم او طالبون الدوله انه تفسح المجال او تطلق يعني الاعدامات للمجرمين اللي ينحكمون اعدام؟ والله يا عمي ماكو احد شريف ما يطالب هذا الامر ولكنه ما يتحقق ذلك. يعني السجون مملية بالمجرمين بالقتله وهم ماخذين راحتهم يعني ماكو شيء يعني حتى لو طالبت حتى لو ناشدت هو ما أكثر ما من ناشدوا ومن طالبوا ولكن في الواقع هو يعني ما حدث أي شيء من هذا القبيل ولهذا الشيء ما يخوف ماكو خوف يعني هذا الحدث ربما يأخذ له الضجة نوعا من الإعلام لكنه بالنتيجة يعاد أضبط منه وأكثر من عنده لأنه ناس مطمئنة هذا القاتل يروح إلى مكان يعني يعني الترف وبالراحة وبالسكينة هناك والعيش يعني أنا أعتبره الكريم لهم فعادي مجرمين قتلة معروفين هسه هم إما بالسجن وإما خارج السجن